اليوم بيسعدنا وبيشرفنا يكون معنا ممثل ومخرج فلسطيني وعالمي قد لا يختلف اثنان من متابعي أعماله على قدراته الإبداعية الإخراجية والتمثيلية، ويمكن من أكثر الأعمال اللي بنتذكرها هي مسرحية المتشائل، بالإضافة لعدد كتير كبير من الأفلام الوثائقية اللي حملت معها رسالة شعب ورسالة وطن. بيسعدنا اليوم يكون معنا الممثل والمخرج محمد البكري. أهلا وسهلا بك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا، نورتنا. أهلا وسهلا بك، نورتنا وأهلا وسهلا فيكم أكثر، ونور الاستوديو وأهلا وسهلا فيك ضيف عزيز في عمان. الشباب الطيبين، نورتنا. أهلا وسهلا فيك. بدي أبدأ من محل ما انتهت رهف بمسرحية المتشائل. أي نعم. كمان فرصة أنه نحكي للناس حضورك لعمان للأردن هذه المرة بسبب إقامة عرض مسرحي للمسرحية المتكررة والمتكررة والمتكررة المتشائل بدعوة من منتدى موطني للمجتمع المدني. نقدم لكم التحية ونشكركم على التعاون، ونسمع منك عن الليلة المسرحية في تمام الساعة 7:30 أعتقد المتشائل. نبدأ من المتشائل. المسرحية مأخوذة عن رواية الراحل الكاتب الكبير إميل حبيبي الله يرحمه، تعيش. رواية اللي هي حطت الصهيونية في الزاوية، ولم تجد الحركة الصهيونية جواب لهذه الرواية. أنا بشرفني أني مسرحت هذه الرواية مع المرحوم صديقي المخرج مازن غطاس، وبدأت العروض في شهر 6 أو 7 في 1986 إلى الآن مستمرة وما زالت متجددة حتى الآن.